السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المقلة، ونبدأها بأبرز العناوين. رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع تعقد اجتماعا وتقر 9 فبراير موعدا لانعقاد الهيئة العليا. مناقشة تعزيز العلاقة بين صندوق المعاقين وجمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت. مواطنون ناشدون المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت لضرورة معالجة إشكاليات فطح المجاري بالمكلا. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الشروع في إعادة سلفتة وتأهيل الشوارع والطرق الرئيسية في مدينة المكلا سيتم قريبا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبعض المنظمات المانحة. وقال محافظ حضرموت في تصريح للمكتب الإعلامي بالمحافظة أن قيادة السلطة المحلية حريصة على إعادة تأهيل الطرق والشوارع، ولكنها لم تستعجل الأمور وابتعدت عن المشاريع الترقيعية حتى جرى استكمال الدراسات الفنية وسيتم البدء في إعادة سلفتة الشوارع الرئيسية لمدينة المكلا. هذا وكان مدير عام الأشغال والطرق بساحل حضرموت قد صرح في برنامج حديث الشارع السبت الماضي على قناة المكلا بأن البنك الدولي قد تدخل في صيانة كافة الشوارع في المدخل الغربي والشرقي للمكلا، خاصة الشوارع الداخلية، وكذا تدخل منظمة دولية أخرى في إعادة بناء الجسور التي دمرت جراء الأحداث الطبيعية التي شهدتها المحافظة. وأعرب المواطنون عن سعادتهم لتجاوب السلطة المحلية بالمحافظة لمناشداتهم بإعادة تأهيل شوارع المكلا. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه أعضاء اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت برئاسة رئيس الاتحاد علي بن سعد. وخلال اللقاء أشار محافظ حضرموت بالأنشطة والفعاليات التي ينظمها اتحاد الملتقيات الشبابية بالوادي ومساهمته في توعية الشباب، مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تدعم توجهات النشاطات الشبابية الفعالة في المجتمع. ووجه المحافظ الشكر لمجموعة أرض حضرموت للاستثمار العقاري والتنمية لتقديمها قطعة أرض لاتحاد الملتقيات الشبابية بالوادي. من جهتهم أشار أعضاء الاتحاد إلى أن خطة العام الجاري تشمل إقامة 40 دورة تأهيلية وأنشطة شبابية وبرامج ومسابقات متنوعة تهدف إلى تأهيل الشباب وتوعيتهم وحفظهم من السلوكيات غير السوية. هذا ومنح أعضاء اتحاد الملتقيات الشبابية بالوادي محافظ حضرموت درعا تذكاريا تقديريا وعرفانا لدعمه للاتحاد ولشباب وادي حضرموت. عقدت رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع بالمكلا اجتماعا برئاسة رئيس المؤتمر الشيخ عمر بن حبريش العلي وبحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر المهندس أبو بكر السري. وفي مستهل الاجتماع استعرض رئيس المؤتمر جملة من القضايا التي تتعلق بنشاط مؤتمر حضرموت ومتطلبات تعزيز دوره واستعرض الاجتماع تقريرا عن لجنة الإعداد والتحضير للاجتماع الرابع للهيئة العليا وما أنجزته من ترتيبات وتكليفات وإقرار انعقاد اجتماع الهيئة العليا في 9 فبراير القادم بمدينة المكلا. ووقف المجتمعون أمام خطة الأمانة العامة للمؤتمر خلال الفصل الأول من العام الحالي والمتضمن تنفيذ أنشطة وبرامج مختلفة لمختلف دوائرها والمتضمن تنفيذ أنشطة وبرامج لمختلف دوائرها. واستمعت رئاسة الهيئة العليا من القائم بأعمال الأمين العام طارق العكبري إلى تقرير حول مكتب المؤتمر بالوادي والصحراء والمقترحات المطروحة لتفعيل نشاطه، كما ناقش المجتمعون عددا من القضايا الإدارية والإعلامية وجوانب التنسيق وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بالمشاركات الخارجية، وكلفت الأمانة العامة بوضع آلية وضوابط لذلك.
ناقشت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم مع مدير عام صندوق المعاقين في محور محافظات حضرموت شبوة المهرة سقطرى أحمد اليهري حجم الموازنات التشغيلية لجمعيات ذوي الإعاقة والعلاجات المقدمة من الصندوق والإيرادات المحققة لتغطية الأنشطة والأعمال التي تنفذها الجمعيات المهتمة بشريحة المعاقين. وجرى في اللقاء استعراض نشاط المجلس لمساندة برنامج وخطط الجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة وأوجه المساعدات تقدمها السلطة المحلية ومكاتب الوزارات المعنية ورجال الخير والبر والإحسان لدعم أنشطة هذه الجمعيات في الوادي والدفع بها للارتقاء بأوضاع ذوي الإعاقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأهبت السلطة المحلية بقيادة مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء ومجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت إلى تعزيز علاقتهم مع فرع صندوق المعاقين بالمحافظة من أجل زيادة أوجه الدعم اللازمة التي يقدمها الصندوق لهذه الشريحة الاجتماعية لتغطية احتياجاتهم. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم في مدينة سيئون على أنشطة وبرامج مؤسسة البركة الخيرية في الوادي والصحراء. وتعرفت السلطة المحلية لدى لقائها مستشار وزير الإدارة المحلية رئيس مؤسسة البركة التنموية الخيرية الدكتور محمد السودي إلى شرح عن الدور الذي تقوم به المؤسسة لتقديم السلال الإغاثية للأسر النازحة بمناطق وادي حضرموت من محافظات الصراع، إضافة إلى توجيهات المؤسسة لتوسيع نشاطها الخيري والتنموي ليشمل عددا من مناطق وادي حضرموت. وأثرت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت على برنامج المؤسسة يستهدف تعزيز شراكتها مع السلطة المحلية في الجوانب الخيرية والتنموية، داعيا المؤسسة إلى إعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن أعداد النازحين في وادي حضرموت وتحديد أوجه التدخل اللازمة التي يمكن أن تساعد المنظمات المحلية والوطنية والدولية المهتمة بالتدخل فيها. عقد صباح اليوم بالمكلا اجتماع ضم مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير ومدير عام الواجبات الزكوية بالساحل الأستاذ هشام باحميد ومدير عام هيئة الاستكشاف وإنتاج النفط بحضرموت المهندس أسامة باشرحيل. وناقش اللقاء الذي عقد في مكتب هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية جملة من النقاط المشتركة بين الثلاث الجهات لتعزيز سبل التعاون المشتركة لخدمة الصالح العام. وأكد مدير عام الواجبات الزكوية بالساحل أن الإيرادات الزكوية تعتبر أهم الموارد المحلية بالمحافظة لتعزيز الإيراد المحلي. من جانبهما أعرب مديرا هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت وهيئة الاستكشاف وإنتاج النفط بحضرموت عن ترحيبهم للعمل ضمن التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز ورفد المحافظة بمواردها المحلية، مبدئان استعدادهما بتسهيل كافة الصعوبات والتعاون مع الإدارات العامة للواجبات الزكوية بالساحل. وعقب الاجتماع قام المديرون العامون بجولة تعريفية بمبنى هيئة المساحة الجيولوجية مطلعين خلالها على نشاط وعمل الهيئة ابتداء بقاعة المحاضرات الحديثة وحتى متحف الجيولوجيا الترويجي. تسلمت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت اليوم دفعة جديدة من المركبات الدفع الرباعي ضمن الدعم المقدم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضمن الدعم المتواصل للأمن العام والشرطة. المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي ثمن الدعم الصخي للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على الدعم المتواصل والوقوف المستمر إلى جانب حضرموت خاصة وبلادنا بشكل عام، مؤكدا أن هذا الدعم سيعزز من الاستقرار وقيام الأجهزة الأمنية بدورها على أكمل وجه. وأشار العميد التميمي إلى أن الدعم المتواصل وخصوصا خطط التطوير والبناء للمنظومة الأمنية التي يتبناها الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة قد أثمرت في جعل حضرموت نموذجا أمنيا من بين بقية المحافظات. قالت مدير الترصد الوبائي بساحل حضرموت رولا بابريس أن مكتب الصحة رصد خلال العام الماضي نحو 1580 حالة اشتباه بمرض حمى الضنك منها 6 حالات وفاة. وأشارت خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته صحة ساحل حضرموت
ضم فريق الوبائيات بالمحافظة لمناقشة تقارير الترصد الوبائي والإلكتروني من واقع المرافق الصحية في عموم مديريات ساحل حضرموت أن مديريات المكلا والشحر وغير بوزير الأكثر تأثرا بحالات الاشتباه بحمى الضنك. وأشاد المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بجهود فريق الوبائيات والعمال الصحيين من منسقي وضباط الترصد في جميع المرافق الصحية في المحافظة على يقظتهم في التحري عن الأوبئة من خلال اكتشافهم لها في مرافقهم الصحية. كما أشاد الدكتور الجريري بالمنظمات الداعمة للحد من انتشار الأوبئة عبر جملة من الأنشطة الاحترازية التي ينفذها المكتب. أدى تفحص مجاري مياه الصرف الصحية اليوم بمنطقة الشرج في مدينة المكلا إلى تضرر المواطنين والمحلات التجارية بالمنطقة وسط غياب تام لدور الجهات المعنية لإنهاء معاناة سكان المنطقة. ويأتي طفح المجاري بالمنطقة عقب انسداد قنوات تصريف مياه الصرف الصحي مساء أمس. ونشر المواطنون المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت بضرورة وضع معالجات عاجلة وسريعة تنهي إشكالية طفح المجاري وانسدادها في التجمعات السكنية لما تسببه من أمراض صحية وبيئية. التقت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان اليوم المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل، وبحث اللقاء توحيد الجهود في تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوحيد المساعي الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية وجعلها واقعا ملموسا على أرض الواقع في حضرموت كونها النموذج الأمثل في إعارة الاعتبار لمؤسسات الدولة ودعم جاهزيتها لأداء مهامها في ظرف استثنائي يمر به الوطن وكونها أهم حملات الاقتصاد الوطني والاعتبارات السياسية والأمنية. ويأتي اللقاء تزامنا مع افتتاح أول فرع للهيئة منذ تأسيسها بمحافظة حضرموت. أعلن صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت عن انطلاق المسابقة الأولى للتصوير الفوتوغرافي ضمن فعاليات أسبوع النظافة والبيئة التي ينظمها مكتب الإعلام بالصندوق تزامنا مع اليوم الوطني للبيئة في 20 فبراير. وتستهدف المسابقة كافة المصورين الفوتوغرافيين والمبدعين بالساحل وخلال الفترة من 27 يناير وحتى 18 فبراير. وأوضح إعلام الصندوق أن المسابقة تهدف إلى إبراز المواهب وتسخيرها في توعية المواطنين بأهمية النظافة ومسؤولية الجميع في تحقيقها، وسيتم اختيار أفضل 10 صور مشاركة والإعلان عنها في الحفل الختامي لفعاليات أسبوع النظافة والبيئة في فبراير المقبل. هذا وتناول رواد التواصل الاجتماعي بساحل حضرموت الإعلان بالمشاركة بصور تعبر عن الحالة السيئة التي وصلت بها النظافة بمدينة المكلا. عقد أعضاء اتحاد كرة اليد بساحل حضرموت اجتماعا لمناقشة التحضيرات والاستعداد الجيد للدور 4 من البطولة وأهدافها تجمع أبطال المحافظات المحررة لمواليد 2000. وبحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل الكابتن حسن مسجدي ورئيس اتحاد اللعبة وليد باشغنون وعضو الاتحاد اليمني لكرة اليد فهمي باشامي تم إقرار موعد إقامة نهائيات دور 4 لبطولة المحبة والسلام لكرة اليد في 29 يناير الجاري على أرضية ملعب الفقيد برادم، والتي تشارك فيه الأندية 4 المتأهلة من تجمعي سيئون ولحج وهي شباب القطن وتضامن المكلا وشرارة لحج وشعلة عدن. وتتنافس في هذه المرحلة الفرق 4 بنظام الكل ضد الكل لتحديد بطل البطولة ووصيفه. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع تعقد اجتماعا وتقر 9 فبراير موعدا لانعقاد الهيئة العليا. مناقشة تعزيز العلاقة بين صندوق المعاقين وجمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت. مواطنون يناشدون المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت بضرورة معالجة إشكالية طفح المجاري بالمكلا. ختام النشرة حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.